مرحبا فيكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ملفات عالقة، واللي بيتناول معاناة الأطفال المرضى في قطاع غزة وملفات أخرى قد وقفت بين ملفات عالقة. موضوعنا اليوم هو ملف من الملفات العالقة، وهو ملف ضحايا الحروب الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني. هذه الحروب اللي استهدفت الكل الفلسطيني وتركت آثار سلبية سواء جسدية أو نفسية، وخاصة على الأطفال. موضوعنا اليوم عن طفلة عمرها 10 سنوات تعرضت لإصابة خلال الحرب. شو قصة هاي الطفلة وشو معاناتها؟ خليكم معنا. أعزائي المشاهدين، الآن نحن متواجدين في بيت عائلة ظاهر. عائلة ظاهر فقدت أهم أفراد عائلتها خلال قصف إسرائيلي غاشم، وتركت آثار سلبية على نفسيتهم. كان من بين هؤلاء الضحايا طفلة صغيرة عمرها 10 سنوات وهي بيسان، تعرضت لإصابة في وجهها. معنا إم أحمد وهي أخت بيسان. مرحبا فيك إم أحمد. أهلا. احكي لي أكثر إم أحمد عن وضع العيلة، يعني لما كان في قصف وكان الحرب شغالة، يعني وين كانوا الأهل متجمعين؟ وين كانوا لمين بعضهم؟ كانوا كلهم متجمعين بغرفة واحدة وطبعا فتحين على الأخبار. قديش كان عددهم؟ كانوا كل العيلة، كان الوالد والوالدة واثنين من الخوات وأخو وبنت أخويا، 10 أفراد كانوا كلهم متواجدين في غرفة واحدة. وكان زي ما انت عارفة يعني الرصاص والكله فوق روسه، ما قدروش انهم يطلعوا ويسيبوا البيت. ما قدروش انهم يطلعوا؟ لا ما قدروا، على اساس انهم بدهم يطلعوا بس ما قدروش، كان كل القذائف فوق روسهم، فتموا في البيت، قالوا ايش بدنا نطلع نسوي احنا؟ كنا قاعدين. كان اخويا ادهم نايم على التخت، وكان اخويا محمد قاعد على الكرسي. قاعد على الكرسي، كانت مرتخوذة شيماء قاعد على التخت، كانت أمي قاعد على الفرشة، وأبويا كان قاعد على الفرشة، أختي نرمين كانت قاعدة جنبيها وأنا جنب شيماء. اليهود صارت تضرب عشوائي، فكان من ضمنهم بيت أهلي، فنزلوا الدار عليهم من غير سابق إنذار. كان من بينهم طبعا بيسان والعيلة، أغلبيتها كانت في البيت، ونزلت الدار كلها 3 طوابق عليهم. في يوم الأحد الأسود لما تم استهداف منطقة الشجاعية بشكل عام، علمنا باستهداف منزل أخي أبو إياد، فرعت أنا وأبناء العائلة لرؤية ما حدث وما حصل. وجدنا البيت منهار تماما 3 طوابق، فسمعنا صوت استغاثة من تحت الركام، وكانت هذه الاستغاثة صادرة من زوجة ابن أخي رحمة الله عليه. كان صوته، وكان صوت مرت أخويا شيماء، كان صوت أخويا محمد، كان يحكي أخويا محمد مرت أخويا شيماء ارفع الردم عنا، ارفع الردم عنا. شيماء بتحكي له ارفع الردم محمد عنا سنرفع عنك. قلت لها، قلت يا مرت اخويا شيماء ارفع الردم عنا. قالت لي طيب يا حبيبتي انا الردم عليا برضه.
بس احنا الثلاثة كنا عايشين، كان ولا صوت، وكان جوال امي بنت. اتصلنا بالصليب الاحمر، اتصلنا بالدفاع المدني، اتصلنا بالاسعاف. بعد ما تأكدتوا انهم عايشين، في ناس عايشين؟ لما سمعنا صوت استغاثة. امة الاحرار اللي مفتفتين عنا ما قدرتش ام الحجار الكلهم مع بعض. انتشلنا بيسان بداية، وانتشلنا مرت ابن اخويا، وانتشلنا ابن اخويا ادهم وكان شهيد، وانتشلنا ابن اخويا محمد اللي هو زوج اللي هي شيماء. دار اخويا تم قصفها يوم الاحد الماضي من 7 ايام مرات، ولانه سمعنا اليوم انه في تهدئه من الساعه 8 الصبح للساعه 8 المساء، جينا هنا مع طواقم الدفاع المدني والاسعاف، وتواصلنا عن طريق الهلال الاحمر على اساس انه نطلع الشهداء اللي هان هنا. 5 شهداء هنا، 5 شهداء طلعنا الشهيد، وبنستنى الباقر عشان يطلع باقي الشهداء اللي هي موجودة هنا. طلعوهم واخذوهم على الشفا. يعني كان في حدا تاني غير بسان ومرت اخوك؟ كان الي اخو طلع عايش، محمد ظاهر، وقعد تقريبا 10 ايام في العناية المركزة بالشفا. وبسان زي ما تقولي تعرضت لحروق بالغة في جبينها، ترك حتى الآن علامة على وجهها. ما قدرناش نطلع باقي جسامين الشهداء لأنه الركام كله فوقهم، والدفاع المدني لأنه الشارع كان ضيق ما قدرش يدخل الباقر لبعد 8 ايام لما قدرنا نطولهم. بالإضافة إلى ذلك طبعا كان القصف فوق روسنا، كانت الحرب مستمرة والقصف خفنا انه يطولنا، وبالعافية لما رحنا على المستشفى. في المرحلة الأولى يوم الأحد لما تم قصف البيت الساعة 11 قبل الظهر، تم انتشال 3 أشخاص جرحى، شاب وزوجته وطفلة صغيرة أخته، وما زالوا يرقدوا في مستشفى الشفاء. فبقى 5 أشخاص هنا اللي هو أخويا الكبير وزوجته وابنه الشهيد اللي تو دفناه طلعناه وبنته وبنت ابنه. أنا صبني ساعتها انهيار، رحت على الشفا، أخذوني على الشفا وشفت بيسان. كان وضعها في حالة يرثى لها، كانت تعبانة جدا لأبعد الحدود، وكان الغبار والردم تبع البارود عامل على عينيها لدرجة انها مش قادرة تفتح عينيها، وكانت في ذلك الوقت رمضان تقول بدي اشرب، فمش قادرة تفتح عينيها، وكان في بعض الكدمات والضربات والجروح في جسمها. كنت بدي مية ثلجة عشان كان الرمل بتمي. يعني شفتها كمان بمنظر ما عرفتهاش فيه، معقول هادي بسان؟ يعني كانت منظرها ايش اقول لك، متنفخة كتير وكانت تعيط وبدي امي، وانا نفسي ما تحملتش، شفت المنظر ما قدرتش، رحت وانا يعني بناتهم الكبير، يعني
بدي اسندهم وانا مش وانا بدي حد يسندني. اول يوم ما قدرتش اشوف نهائيا بسام، ما قدرتش اشوفها وغبت عن الوعي، ما قدرت اتمني عندها اول ليله حتى. ثاني يوم جيتها احاول اني يعني اسندها وابين ان حالي اني انا قويه قدام اخواتي وكلهم، بس انا يعني كنت الامانه ايش اقول لك على الاخر يعني لدرجه اني اسيبها في الغرفه مثلا هي اختي اروح اطلع برا مش قادره. اللي حصل اثر على نفسيه ميسان في الدرجه الاولى، وفي الدرجه الثانيه على جسدها وعلى عينيها، كانت مش قادره تفتح وتعبانه وبتصرخ وبتبكي وبتقول وين ابويا وين امي، بدي ابويا بدي امي، كيف ابويا كيف امي كيف اخوتي كيف خواتي، بتبكي وبتصرخ وبتتفزز وشعر بالخوف. يعني ايش بدي اقول لك، عينيها مش قادره تفتحهم، مش قادره تفتح عينيها نهائي. معنا لقاء مع الدكتور ماهر أحمد سكر، أخصائي جراحة وتجميل في مستشفى الشفاء. يعطيك العافية دكتور. دكتور طبعا معنا حالة بيسان، كيف بتصنف حالة هاي الطفلة؟ الطفلة هذه بيسان يعني أول إشي يعني قصة ما حصل لها ولأهلها، هي من حالها أسطورة فعلا. هذا بالنسبة من الناحية الإنسانية والعاطفية والبشرية والآدمية، إنها فقدت أعز يعني ما يعني أعز أهلها أمها أبوها. ولكن كحالة هي الحمد لله يعني إصابتها هي يعني إصابة يعني اللي بيشوفها بقول يعني يعني أول عن آخر الحمد لله إنه عاشت، ولكن الإصابة هي المشكلة إنه في الوجه. صحيح، وهي فتاة كمان وهي بنت، وإصابتها هذه في الوجه، وإحنا في مجتمع يعني شرقي هان وحافظ يعني كيف بدي احكي لك كبنت يعني الامر بيكون صعب، الامر صعب. صحيح. عليها شويه الاصابه تاعتها مش بسيطه طبعا، لانه اصابتها جاي فوق العين اليمنى، حساسه جدا مؤثره على اللي هو الجفن العلوي، وطبعا رايح كل الحاجب تبعها، وهذا موضوع الحاجب هذا بده عملية زراعة حاجب اللي هو شعر من الرأس يتاخد، أو خصلة من الشعر أو شريحة شعر مع جلد وتنزرع في المكان هذا. بالنسبة لبيسان حاولت أني أرسم صورة كاملة عن اللي صار معها بعد الحرب مباشرة والفترة الحالية، في كانت أعراض بعد الحرب ظهرت مباشرة، كانت عند أختها طبعا هي البنت الطفلة عفوا شهدت الحدث كله. صحيح. اللي هو وفاة الأسرة كلها، وهي شاهدت كيف طلعت وكيف استجابت، يعني هي كانت في قلب الحدث. صحيح، بتقول أختها يعني أنه بعد الحدث مباشرة ما كان ظاهر أي ردة فعل، بعدها صارت البنت تعيط وتصرخ وصار عندها كوابيس وإلى آخره، ما في كان أحد متدخل بشكل مباشر مع البنت. بعد كده صارت البنت تمشي طبيعي. في الفترة الحالية لما قعدت مع أخوها الكبير بقول أنه البنت ظهر عليها بعض العلامات السلوكية، يعني تلاقيها تكون نايمة تصحى وتصرخ وتقول اليهود 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 اليهود، القصف القصف، حالة هوس يعني. طبعا حالة هوس أثر على نفسيتها مش بسيطة، يعني بيسان أصلا تحتاج إلى علاج نفسي، تحتاج إلى علاج نفسي في الدرجة الأولى، ثم في علاج للحروق اللي حصلت في إجبينها وفي وجهها، مش في أي مكان مستور في الجسم ما يبينش، في مكان يظهر رأي العين أمام قدام كل الناس. فكل ما كبرت البنت اتسع رقعة التشويه نتيجة الحرق اللي حصل في جفنها وجبينها. بدها شغل اكيد، وبدها عدة عمليات غير زراعة اللي هو الشعر، بدها زراعة. يعني قديش بتحتاج عمليات لحتى انه مثلا هذه طول ما هي بتكبر وهي بدها عمليات، يعني لانه الجلد المحروق او المصاب غير لين، فالبنت بتكبر والجلد بضل كامش غير لين، راحت
راحت الليونة تبعته، فيش جلد أصلا، تمام، راحت الليونة تبعته. فزي الطفل لما بيكبر بلوزته بتصغر عليه، صحيح، تمام، ونفس الشيء البنت بتكبر والجلد بيقصر عليها، فبالحالة هذه بيبدأ القصور عندها، ممكن يبدأ يشد لها الجفن لفوق، لما تنام تنام وعينها نص مفتوحة، فبالحالة هذه كل ما تكبر احتمال يلزمها عملية. صراحة اللي بشوفها اليوم ما شافها قبل كده، لأنه كبرت عن أول، فالحرق عماله بيزداد، وهذه بنت بتشوه منظرها. وطبعا البنت هذه بتحتاج إلى عناية ورعاية، تحتاج إلى عملية تجميل. هي يمكن الآن يعني مش حاسة من ناحية نفسية في الإصابة تاعتها، ولكن بس تكبر هذه البنت إذا ظلت على هذا الشكل مش حتفارق المرآة، وتظلها طول النهار تتطلع وتشوف وليش أنا هيك، طب ليش، ممكن تأثر عليها نفسيا كمان. البنت بحاجة إلى علاج نفسي متكامل يشمل من أثناء وقت الحدث إلى المرحلة الحالية، لأنه البنت عملها قاعدة بتطلع. يعني الحلو في الموضوع أن أخوها الكبير عمال بقولها أكتبي. يوم كنت ماخذها ورايح على حديقة أصداء أو مدينة أصداء، فشافت سيارة إسعاف، اجت عمي 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 اليهود حيقصفونا، قالت اليهود حتقصفونا، قلت لها لا يا عمي تخافيش اليهود مش حتقصفنا، قالت لا لا هي سيارة الإسعاف جاهزة اليهود حتقصفنا. شوف الحالة النفسية ارتبطت عندها سيارة الإسعاف. طبعا الخوف والفزع والهلع اللي صاب البنت نتيجة الحرب. احنا كنا نتابع مع بسان في مستشفى الشفاء في قسم الحروق، عرضناها على أكثر من وفد، والكل أجمع على أنه بسام تحتاج لعملية جراحية في أكفأ المستشفيات على أكفأ الدكاترة، والكل أجمع على أنه يتم تسفيرها برا، لأنه هان في غزة فيش إمكانيات ولا في كوادر بشرية أنها تقدر ترجع بسان جبينها زي أول، لأنه الحرق اللي صار عندها في الجبين متصل بالعين تبعها، فبنخاف لو هان صارت عملية أو إشي إنها تبين كأنها رقعة أو ما تزبطش، أو نقعد نعيد الإشي من أول وجديد ونخرب وجهها. معظم الإصابات هي إصابات أبدية. إحنا كجراحين تجميل سواء عنا في فلسطين سواء هان أو في الضفة الغربية أو في بلاد العالم، جراح التجميل يعني وظيفته أن يصلح قدر الإمكان الإصابة أو التشوه، وليس أن يعيدها كما خلقها رب العالمين. صحيح. يعني ما فيش إصابة ممكن أن يرجع المصاب كما كان أو كما خلق. لذلك اسم التخصص تبعنا هو جراحة الترميم والتصليح، هي جراحة التجميل والترميم، أن ترمم. طبعا لا شك أنه في إصابات تحتاج للعلاج بالخارج، واحنا بنحب كمان الخارج يشوف ايش انواع الاصابات اللي عندنا كمان، مش بس انه احنا ما بنقدر نشتغلها، لا، في عندنا احنا كوادر طبيه يعني بتشتغل شغل فظيع، احنا الجنود المجهولين طبعا، اكيد، تمام، ولكن برضه في حالات يعني رأفة بالناس وبالحاله وبنحب كمان حتى كمان العالم برا يشوف هذه الحالات، بنفضل انها تطلع وتتعالج برا، ولكن في إمكانيات عندنا موجودة هان. يمكن حوالي 80% من حالات التجميل من فضل الله قادرين إنه يتم يعني إنه يتم إجراءها عندنا في غزة. لا شك إنه العملية إلها تأثير، إنه يعني لأنه صبية وفي مجتمع طب ليش هيك، والتساؤلات كتير بتكتر، فلا شك انه العملية هامة جدا للصبية هذه، لانه العملية حتساهم بشكل كتير كبير انه البنت تحسن نظرتها لنفسها. اكيد احنا عمال يعني عفوا بتكون يعني اي واحدة تعبانة او مضايقة انه مثلا غيري مثلا شكل لبسك، غير، فمجرد انك تعمل الشغلات هذه وتغيريها في حياتك بتحسي في تحسن في نفسيتك، فما بالك الشكل اللي هو الشكل كعملية بتحل جزء كتير كبير. انا والله شايفة انه اليوم قبل بكرة تعملها، أنا لو بنفع أنا أعطيها ملامح من وجهي وأحط لها على جرحها لأعطيها، لأني أنا لما بشوفها بتألم على منظر وجهها زي كده، والبنات لما مثلا مرة أخذتها معايا كل الأولاد اللي حواليها حسيت البنت بدها تروح من المكان اللي إحنا فيه، زي إنه يعني كيف أنا تشوهت، أنا تدمرت، أنا إيش عملت، أنا إيش سويت عشان يصير هيك منظر وجهي. في عنا حاجة اسمها العلاج العقلي المعرفي،
كيف إني أخليها تغير فكرتها عن نفسها. هذا بحتاج برضو زي ما قلت لك لجلسات. إذا اشتغلت على نفسها وإذا أخصائي مسكها يعني كويس وشغال على النظريات بشكل فعال مع الصبية بيطلع منها. تنسيش إنه بيسان من الناس الشاطرة الناس الذكية اللي ممكن تستوعب. فهذه إيش هي بتحكي؟ إحنا عبارة ردود فعلنا عبارة عن أفكار. قولي لي يا بسان، هلا لما انت بتوقفي على المرايه وبتشوفي جرحك هذا شو بتقولي؟ بقول الله ينكبهم اليهود قتلوا اهلنا يا رب يموتوا. كيف بدها تضلها هيك عايشه في هذا الجرح؟ وكل ما بتطلع حالها في المرايه بتتذكر هذاك اليوم، لانه هذا الجرح بذكرها طول ما هي عايشه بذكرها. ممكن لو يروح الجرح ممكن ها البنت ها تبدا تتناسى تعيش كمل، بس هذا الجرح عمل لها أثر كبير في نفسها. أنا من هنا بصفتي عم بيسان وأخو الشهيد وناشد أصحاب الضمائر الحية وأصحاب القلوب الرحيمة إنه يساعدونا في إنه نعمل عملية تجميل لبيسان. أتمنى أن أعمل العملية عشان يرجع وجهي زي أول مثل الأطفال العاديين، عشان لما أطلع المراية في الشهادة ولما أنشد يكونش في الشهادة. والله أنا بناشد كل الأحرار اللي عم بيشوفونا، بناشد السلطة، بناشد الرئيس رئيس دولتنا السيد أبو مازن إنهم يطلعوا لبيسان يساعدوها إنها تطلع برا تعمل عملية وترجع زي ما كانت. بتم طفلة وبنت قدامها مستقبل، قدامها حياة، بدها تعيشها زيها زي أي طفلة. هاي اللي بنتمنى. مشاهدينا الكرام، يبتسم القمر لمحياها وتخجل الشمس لإشراقة نور وجهها لبيسان. بيسان طفلة من الأطفال الضحايا اللي تعرضوا لإصابة خلال الحرب. هي نموذج لألاف الأطفال في قطاع غزة بيعانوا الأمرين، اللي فقدوا إيديهم، اللي فقدوا رجليهم، اللي فقدوا جمالهم. بيسان مش فقدت بس جزء من وجهها، فقدت إمها وفقدت أبوها وفقدت مجموعة كبيرة من عائلتها. بيسان بتستحق منا أن نوصل صوتها، هي ملف من الملفات العالقة. أعزائي المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا. تحياتي وإلى اللقاء.